السلام عليكم يا جماعة. بإذن الله النهاردة هنشوف طريقة عمل الهلب السداسي قطر 15 سنتي. تابعونا. الأدوات المطلوبة يا جماعة: 6 صنانير 01، سلك من بتاع الكهرباء اللي هو الشعر، تجيب انت حتة خضرة زي دي كده وتطلع منها شوية زبون كده، ده المطلوب. سلك الشعر ده 3 حتت 15 سنتي، خيط 100، حداف مقاس 4، الصافة أمير، حتة طول متر خيط 50، وخيط 35. اول حاجه يا جماعه ده حداف اهو، تيجي انت قطع منه التلت والتلتين، تقطع التلت ده اللي هو فوق وتسيب التلتين تحت بأي سكينه ولا حاجه، حاطط السكينه على الحداف كده وده عليها هتقوم تقطع لك. طبعا هتلاقي بعد ما قطعت تلاقي الخرم ده اتسد، فتحه دي هتسد معاه، تقوم جاي انت بأي إبرة وموسع الخرم تاني. بس أهم حاجة التلتين تحت والتلت فوق. نبدأ بقى أهو يا جماعة، هنجيب الـ3 حتت الخيط الـ100 أهمت، حطهم مقاسات مظبوطة كده مع بعض، مش حاجة تبقى أطول من التانية. أهم حاجة يبقى خيط الشعر ده خيط سكة كهرباء، بس الشعر بتاعه بقى مش السلك ذات نفسه. ونلف عم تثبت بس يا جماعة، وهنعمل كل ده هيتعادل معانا يبقى مش طبيعي. 100 اهو اهو، لف لفة تقوم سحب كده تحت. لما أول بولة يا جماعة اهو اهو، ثم نزل لتحت على الخيطك. ما توسط ايه كل ايه، مفيش حد واحد اطول من التاني. يا جماعة خليكم بس نثبتها ونرجع لكم عشان ميبقاش فيه طويل كده. خلصناها يا جماعة، ديت الايه الصليب اللي هنشتغل عليه. تمام، هنجيب بقى الأمير، ونجيب جايب عندنا نقطة ايه أمير كده عشان يمسكوا مع بعض، تلاتة يمسكوا مع بعض اهو. خمسة كده بتنشف، خليكم معانا. ورجعنا تاني اهو يا جماعة، وخلصنا ديت والأمير نشف كله بقى تمام معانا اهو. هنجيب بقى الخيط اللي هو ايه بتاع التلت الفوقاني اهو، دي يا جماعة الحلقة اهي، خيط مأجوز ومعدي من الطرفين، والحلقة دي زي ما هي اهي. تعدنا انت من الراس ده زي ما انت شغال اهي، تطلع من هنا تقوم جايب انت دولت معاك، وتجيب طرف تعدي من هنا مثلا. لو حته ضيقه ولا حاجه ممكن بإبرة توسع مكان التعدية،
واحدة كمان من هنا اهي. اهي يا جماعة، تقوم جايب الراس اللي تحتانية، بقيت الحداف ده، حداف 4 يا جماعة، حداف 4 ماشي. تقوم جايب معدية من هنا برضو، بس قبل ما تعدي لازم تيجي هنا الأول تعمل العقدة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها. العقدة اهي يا جماعة، اللي هي الخية اللي هتخش في السلك الكبير الرئيسي، بس ده تحتاج مدور يا جماعة، مش هتدفع خي، تحتاج مدور. ادي كمان عملناها تمام اهي، ده كمان واحدة عشان متعديش معانا من الفتحة يا جماعة، كمان واحدة برضك نقوم ساحبين ده تحت، ده كله تحت هي معانا. جايين بقى الطرفين مع بعض وعاملين عقد اهي يا جماعة. عقد بزيادة عشان ايه؟ ما يطلعش معانا الخيط، ما يطلعش في اخر عقدة. ممكن ايه تعملها 2 مع بعض، واحدة اتنين تلاتة. بص الزيادة بس ما تلمش قوي يعني، ايه سيب نص سنت ولا حاجة من هنا ومن هنا برضه، نفس نظام نص سنت من هنا ومن هنا، بقت الشكل ده يا جماعة كده. ما بقى ما عادش آخر مرحلة، مرحلة السنون، خليكم معانا ثواني. احنا دلوقتي يا جماعة بمرحلة السنون اهي، احنا نجيب أول سن اهو، بس خليه نفس نفس يعني، بصهم يبقى كده نفس، يبقى الفوق كده زي ما هو، نفس وضع الايه الشغل. نقوم حاطط السن على على الحتة اللي هو خط 100، وجايب الخيط ال 35 حتة 30 سنتي قطعها، تقوم حاطط حتة هنا كده على الخيط تمام، تقوم جاي لف خيط عكسي حاططها عليه برضك اهو يا جماعة، وتلف ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، تقوم جاي شادد يا جماعة. عملنا أول واحدة اهي، نقطع بس زيادة اهي تمام يا جماعة اهي. طبعا احنا عملنا أول واحدة في الأول هنا، في واحدة لازم تعمل كمان في الآخر، نفس نفس العقدة دي هنا كده برضه. ثواني وأرجع لكم. أول واحدة يا جماعة هتبقى بالشكل ده، عاملة ازاي؟ رباط فوق رباط تحت، لسه بتحط على أمير برضه في الآخر يا جماعة، يبقى زي الفل. ثواني وأرجع لكم يا جماعة. لو العقدة اللي ورا ديت هتتعبكم، ممكن بدل الخيط ممكن تلفها سلك من اللي هو النحاس اللي هو بتاع الكهرباء عادي، كده كده النحاس مش هيصدي يعني، تيجي برضو من ورا منها على طول وتلف واحدة جنب التانية بالظبط. احنا كده كده الخيط ده كله نحط عليه امير تاني يا جماعة، رص جنب واحدة جنب التانية. لو الايه هتعرف تاخدها خيط ماشي، مش هتعرف تلفها نحاس كده عادي، نبر كده وكده عشان الناس برضو ايه ما نزنقهمش في حتة بقى مش عارف يعملوها ولا حاجة. يبقى معاهم الطرقتين، تلف من تحت على بعض دول 3 وشاشة هما يا جماعة تعملوا.
خليكم معانا. احنا يا جماعة كده خلصها اهو، خلصنا كده اخر حاجة خلاص معانا اهو، ما عادش غير فاضل بقى يعني ايه الامير. بنيجي بقى على كل واحدة ايه نملاها امير، ثم تعملهم. ودي برضك لسه ايه، هيا يا جماعة واحد هيقول لي ان الصنارير ديت ممكن تفك، يعني ايه بيقول لك ان هي كده ممكن تفك وتسيب. طب نشوف مع بعض تفك ولا لا. هنجيب هنا ايه الصنارة اهي ونعلق في الكشاف ده. الكشاف ده يا جماعة وزنه اكتر من 10 كيلو او 7 كيلو حدود دي يعني. اهو يا جماعة اهو اهو يا جماعة كشافه، الصنارة شايلها ولا في دماغها. يعني لو معاك حاجة 7 كيلو ولا تفرق معاها. كل حاجة ورجعت زي ما هي. كده يا جماعة كنا وصلنا لنهاية الفيديو. هلب سداسي قطر 15 سنتي، يعني اي سمكه في مجال 15 سنتي ولو ضربت عليها تيجي معاها. ده يا جماعه بتاخده وتروح على اي دور تكون شغال عليه والسمك بيطلع على المرايه وبيخش على الطعم او الغله بتاعك، تقوم نازل بده وتركب له غماز ويبقى عينك على الغماز. طبعا اي سمكه هتطلع على الدور كده تضرب في الخيط بتاع اللي هو الرئيس اللي هو ده، يبقى انت عينك على الغماز. اي حركه في الغماز فوق تضرب، وباذن الله مفيش ضربه تخيب معاك. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك معانا. السلام عليكم يا جماعة. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك معانا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم.